متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقعة ليوم غدا في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم بتوقعات الليلة القادمة في العاصمة الرياض. توقعات بأن تكون الأجواء مستقرة مع صغرى بحدود 13 درجة مئوية ونسب رطوبة منخفضة بحدود 35 درجة مئوية، وتكون الأجواء مستقرة كما تحدثنا الليلة القادمة في العاصمة الرياض. توقعات يوم غدا الجمعة فوق العديد من المناطق السعودية. نبدأ معكم في القطاع الشمالي للمملكة، توقعات بأجواء عاصفة في أقصى المنطقة الشمالية نظرا لتأثرها بنظام جوي يؤثر على مناطق بلاد الشام المجاورة ويتحرك عبر مناطق شمال المملكة نحو الأراضي العراقية، سيجلب معه رياحا نشطة ارتفاعا في البداية في درجات الحارة ثم انخفاض في الحارة وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية بفعل إثارة الغبار والأتربة. نلاحظ معكم العظمى في إسكاكا 30 درجة مئوية، عرعر 29 درجة مئوية، تبوك تقريبا بحدود 23 درجة مئوية مع هبوب رياح نشطة في كافة هذه المناطق. القطاع الغربي في المملكة نبدأ معكم منطقة جدة، العظمى متوقع بحدود 33 درجة مئوية، أجواء مستقرة مائلة إلى الحرارة الحقيقة في منطقة جدة، تكون هنالك أتربة مثارة متوقعة أيضا في المدينة المنورة مع عظمى متوقع بحدود 30 درجة مئوية. منطقة مكة المكرمة العظمى بدأت بالارتفاع في مثل هذا الوقت من العام، عظمى متوقع بحدود 36 درجة مئوية مع أجواء حارة نسبيا متوقعة في المناطق المشاعر المقدسة. مرتفعات المشاعر المقدسة الطائف العظمى متوقع بحدود 24 درجة مئوية مع أجواء أكثر اعتدالا في المرتفعات أو المناطق المرتفعة في القطاع الغربي في المملكة. ننتقل معكم توقعات القطاع الجبلي الجنوبي الغربي في المملكة، توقعات بأن تكون درجات حارة في بداية العشرينات درجة مئوية، أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، كذلك الحال هنالك غبار خفيف في هذه المناطق لكنه ليس بالغبار المؤثر في المناطق المرتفعة. جازان العظمى بحدود 31 مئوية على سواحل البحر الأحمر الجنوبية. ننتقل معكم لتوقعات القطاع الشرقي في المملكة، توقعات بأجواء مستقرة إجمالا، العظمى في الإحساء 27 درجة مئوية، في الدمام أيضا 27 درجة مئوية، ترتفع في حفر الباطن إلى قرابة 30 درجة مئوية مع وصول بعض تأثيرات الغبار حتى مناطق حفر الباطن بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم أو نختتم معكم توقعات المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، 30 تقريبا درجة مئوية متوقعة كعظمى في العاصمة الرياض، أجواء مستقرة مشمسة، تكون في بريدة بحدود 31 درجة مئوية مع وجود غبار خفيف في بعض المناطق الوسطى حتى منطقة حائل العظمى أقل بقليل بحدود 29 درجة مئوية، أيضا مع وصول بعض تأثيرات الغبار الخفيف حتى مناطق حائل بمشيئة الله تعالى. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.